احنا اليوم نتواجد معكم في مستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف، وهذا المستشفى قدم برامج تجاه المرضى خلال جائحة كورونا واللي منعتهم طبعا من مراجعة المستشفى أو الاستفادة من بعض الخدمات العلاجية. ومن هذه البرامج هو برنامج إيصال الدواء للمرضى بمنازلهم. طبعا هذا البرنامج يسعدنا أن نتحدث عنه بشكل أكثر موسع، وأن يكون ضيفنا اليوم مدير مستشفى النساء والولادة والأطفال الأستاذ نواف الجابر. صباح الخير عليك، شكرا لتواجدك. مبادرة إيصال العلاج للمرضى، حدثنا عن هذه المبادرة، كيف بدأت الفكرة وكيف يتم تنفيذها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير عبد الرحمن، صباح الخير عبد الله والزملاء المشاهدين. حقيقة يعني منذ بداية ترصد الحالات عالميا انتشار فيروس كورونا المستجد، كان هناك استشعار عالي لوزارة الصحة ممثلة بالشؤون الصحية منطقة الجوف لدينا والجهات المعنية الأخرى أيضا، فكان هناك خطط احترازية، خطط وقائية، منها توزيع نقاط الفرز على جميع مداخل المستشفى، تأجيل العيادات، تأجيل الزيارات أيضا للمرضى للمرافقين. فكان هناك دائما تأكيد على عدم تضرر الخدمة المقدمة للمريض وضمان استمراريتها في ظل هذه الاحترازات وظل هذه الظروف. فما كان منا إلا تقديم مبادرة هي عبارة عن إيصال الدواء وتخصيص رقم ساخن للصيدلية الداخلية لدينا، وبعد الرجوع للملف الطبي للمريض واستشارة الطبيب المختص والمعالج، يتم بعد ذلك توصيل الدواء من خلال الفرق التطوعية، من خلال برامج مشاركة مجتمعية جزاهم الله خير، وإيصال ذلك للمريض دون تعريضه لأي عوامل الخطر بإذن الله. أيضا من ضمن الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا هو إغلاق العيادات، لكنكم أعلنتم مؤخرا عن تفعيل بعض هذه العيادات افتراضيا، كيف يتم استفادة المرضى من هذه العيادات؟ طبعا الآن عندنا تقريبا في ظل إطار التوجه العام العودة بحذر، أنه تم تشغيل تقريبا 50% من العيادات، بما يقارب تقريبا الآن 6 عيادات ما بين اتصالية وما بين حضورية حسب من تدعي الحاجة للمريض وحالة المريض نفسه. فمن خلال هذا يتم حضور المريض أو الاتصال في العيادة باعتبار كامل الإجراءات وكامل الوسائل الوقائية لذلك. شكرا لك أستاذ نواف، أعود لكم عبد الإله وسارة. وهذه كانت قصتنا اليوم عن بعض البرامج المقدمة للمرضى في منازلهم حماية لهم ووقاية لهم ضد جائحة كورونا، وطبعا دائما وأبدا نتمنى السلامة للجميع. يعطيك العافية مراسلنا عبد الرحمن الإبراهيم.